التوبة هي تغيير الاتجاه والرجوع إلى الله الخالق، وعندما نقول الرجوع فالقصد ليس الذهاب لمكان ما، بل العودة إلى نقطة الانطلاق للوضع الذي أراده الله لنا منذ البداية عندما خلقنا لنكون في علاقة صحيحة معه مبنية على محبة وثقة بين الخالق والمخلوق. الجنس البشري كله تلوث، والسبب هو الخطية التي بسببها انفصلنا عن الله. تقول كلمة الله: أثامكم صارت فاصلة بينكم وبين إلهكم. لهذا كلنا بحاجة للتوبة، للرجوع إلى الله الخالق الذي هو مصدر الحياة. أن نتوب معناه أن نعترف بخطايانا ونندم على كل ما فعلناه ونفعله ضد الله وضد وصاياه لنا. أن نصمم تصميم قلبي ونتخذ موقف صريح وحاسم بأننا لا نريد أي تسيد للخطية فيما بعد في حياتنا. أن نعلن أمام الله أننا ضعفاء ولا نستطيع أن نتغير بقوانا الذاتية الطبيعية، وأنه لا يمكننا أن نمحو هذه الخطايا ولا أن نغير طبيعتنا الخاطئة بدون تدخل إلهي مباشر منه. عندما نتوب بقلب صادق ونطلب تدخل الله بإيمان حقيقي، تمحى وتغفر كل خطايانا من خلال دم الرب يسوع المسيح، وفي الحال نحصل على قلب جديد وحياة جديدة من خلال الولادة الجديدة. والولادة الجديدة هي عمل الله غير المرئي في قلب الإنسان، التي بها ومن خلالها نقدر أن نتواصل مباشرة مع الله الآب، لأن الله روح، وبها أي بالولادة الروحية نصبح أبناء لله بالتبني، ونحصل على نعمة الخلاص والحياة الأبدية التي وعدنا بها الرب يسوع المسيح. فمن خلال الولادة الجديدة تصبح لنا علاقة شخصية معه، نبدأ من خلالها نعبده بالروح والحق، أي عبادة حقيقية التي لا تتمركز حول مكان العبادة، بل صادرة ونابعة من أرواحنا المتجددة. هذه الولادة تسمى أيضا بالولادة الثانية وغسل الميلاد الثاني وتجديد الروح القدس. إذن التوبة تشمل الإيمان بعمل الفداء بمبادرة من الله لخلاصنا بإرساله المخلص يسوع المسيح، وثقتنا بأن محبته لنا الغير مشروطة وقدرته على تغييرنا هي أكيدة، وأن نتيقن أننا وإن أخطأنا فلنا شفيع عند الله يسوع المسيح البار، وهو كفارة لخطايانا، ليس لخطايانا فقط بل لخطايا كل العالم أيضا، وأن طبيعتنا الجديدة الساكنة والعاملة فينا تجتذبنا للعودة إلى علاقتنا السليمة مع الله. تقول كلمة الرب: إذن إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديدا. وعبارة خليقة جديدة، وأصل العبارة باللغة اليونانية كاينوس كتيسس، تحمل قوة في معناها، تعبر عن الآنية الحديثة غير المستخدمة، وهي كتعبير عن عمل الخلق الجديد. تقول كلمة الرب: فتوبوا وارجعوا لتمحى خطاياكم لكي تأتي أوقات الفرج من وجه الرب.